السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة كل اللي انتوا بتتمنوا بيه. كام بيضة تبيضها الفرخة البلدي الفيومي العرب في السنة الواحدة لو متربية كويس وعلى الطريقة اللي احنا ياما بنتكلم عنها في قناة طيور فوق السطح؟ عموما علشان تعرف الموضوع ده لازم تعرف ان الطريقة اهم من انك تعرف كام بيضة ممكن تبيضها الفرخة، يعني الاسلوب والروتين اللي هتتبعه مع الفراخ هيخليها تبيض باقصى عدد ممكن توصله في السنة الواحدة. عموما اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا نعرف مع بعض التفاصيل بدقة اكثر. عموما الكتاكيت هتستقبلها على مية بسكر 20 جرام للتر الواحد او 15 سنتي من العسل الاسود او الاسمر للتر المية الواحد. كلامنا ده طبعا للبيوت مش المشاريع، يعني المشاريع الكبيرة ما تستخدمش الكلام ده لان هي هتحتاج للتحصينات وحاجات احنا مش هنحتاجها في البيوت. لو مشروع لازم تعمل تحصين من البداية بقى لحد سن وضع البيض، وده هنقدم ليه فيديو قادم ان شاء الله على القناة هنتكلم فيه عن تحصين الفراخ في المشاريع الكبيرة. بعد الاستقبال بقى اللي احنا قلناه ده اللي هو ميه بسكر او عسل اسود، انت هتقدم علف بس لمدة شهر كامل، علف ناعم 23% بروتين. بعد الشهر ده هتقدم بقى العيش الناشف الناعم المطحون، تمام؟ وتقدم بقى انواع خضرة مختلفة وبواقي اكل من عندك وخضروات كتيرة جدا، واي خضار تلاقيه في السوق رخيص ممكن تستخدمه، طماطم، خيار، جزر، اي حاجة رخيصة وتقدر تجيب منها كميات كبيرة ممكن تستخدمها لغذاء الطيور. كل ده في الاخر هيرجع لك ببيض لذيذ، والصفار بتاع البيض هيكون جميل كده وبرتقاني وهيكون مغذي ومفيد جدا كمان. هنستمر بقى على العلف والعيش والخضرة ثلاث وجبات. هنبدأ بالعلف صباحا خصوصا في ايام الحر لان العلف بيسخن الطيور شوية، ونخلي في الظهر وفي الليل الوجبتين بتوع العيش والخضرة، تمام؟ علشان زي ما قلنا الحر العلف بيكون كويس في الصبح، يكون الحر والشمس لسه يعني ما شدتش حيلها على الطيور. دي طريقتنا اللي احنا استعملناها مع الفراخ بتاعتنا وخلت الفراخ بتاعتنا على شهرين واسبوع تبيض. ناس كتير كدبتنا بس ده اللي حصل، ولو في اي طريقة كان ممكن نثبت لكم بيها ما كناش هنتأخر. دي طريقتنا اللي خلت الفراخ تبيض على شهرين واسبوع بدل 5 شهور و6 شهور عند بعض الناس، يعني تلت المدة، شهرين وتاكل ديوك وتاخد البيض كمان من الفراخ بتاعتك بعد ما ربيتها على الطريقة اللي احنا قلنا عليها، ودي قللت مدة الدورة بتاعة تربية الطيور. بعد ما هتستمر على الطرق دي كلها الفراخ البلدي والعرب ممكن توصل معاك ل 310 بيضة في السنة، وطبعا البيض بتاعهم كبير مش صغير، بيرتاحوا يعني ايام قليلة. اما الفيومي ده صغير حبتين لكن بيبيض كل يوم، فهتلاقيه بيبيض 365 بيضة في السنة ما بيقطعش ولا يوم. بكده انت عرفت عدد البيض اللي بيبيضوا كل من الفراخ البلدي والعرب والفيومي. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.